مرحبا بحضراتكم معانا مره تانية. دايما من وقت للتاني الحقيقه هو مش تحيز يعني عشان المهنه او احنا شغالين في المنطقه دي، لكن الكلام عن الاعلام لازم انه نتعامل معاه، نشوف الاعلام اخباره ايه، المواطن المصري شاعر بالاعلام، شاعر بدوره، هل الاعلام بيؤدي دوره بالشكل المطلوب، الجماعه الصحفيه مشاكلهم، في عندنا كمان واقع افتراضي، في اعلام الكتروني، في قنوات مشبوهه بتبث سمومها، ازاي هذه المنظومه منظومه الاعلام بتدار، ايه اهم مشاكلها وتحدياتها وازاي بنتعامل معاها، ملفات كتيره هنتكلم فيها مع الكاتب الصحفي الكبير استاذ عبد المحسن سلامه نقيب الصحفي اللي مشرفنا النهارده في استوديو الحياه اليوم. مساء الخير يا استاذ عبد المحسن. اهلا بيك يا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا كل سنه وانتم طيبه والساده المشاهدين بخير. كل سنه وحضرتك طيب. استاذ عبد المحسن خليني ابتدي بابرز حاجه حصلت النهارده، مبادره الرئيس حياه كريمه، واحنا تعاملنا معها من خلال اخبارنا وشفنا الحكومه هتشتغل ازاي وكل واحد في مجاله. يمكن دايما كان السؤال وانا بناقش المبادره انه الكل مدعو للمشاركه والاعلام لازم يكون له دور، واذا كنا بنستهدف المجتمع المدني وطبعا القاعده الشعبيه والمواطن المصري لازم يكون على علم ولازم نوصل له المعلومه واهميه اللي بيحصل ده على الارض. فاخد راي حضرتك هذه المبادرة تفعيلها دور الإعلام نوصل للناس إزاي؟ هي الحقيقة كانت من الأخبار السعيدة النهاردة أن أنا أسمع هذا الخبر، وإن لأن ده له أكتر من معنى الحقيقة. طبعا. حتى الرئيس لما أطلق المبادرة دي أطلقها وأتبعها وقال أن المواطن المصري هو شخصية العام البطل والبطل وأن هو اللي قدر يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي بفواتيره. أيوة. دي معناها مهم جدا، معناها ان القيادة حاسة كويس جدا بالمواطن المصري وبمشاكله وبهمومه وبما يتحمله من تبعات نتيجة الفترة الصعبة اللي احنا مرينا بيها اعتبارا من 2011 حتى الآن. المبادرة جاية تكريما لهذا الدور او يعني وعيا بما حدث، لان فعلا في مشكلة في الأسعار، في مشكلة في حاجات كتيرة بيعاني منها المواطن، وبالتالي أن يتم إطلاق هذه المبادرة الحياة الكريمة للمواطنين اللي بتستهدف فئات بعينها اللي هي بتتحمل ضغوط حياتية كثيرة، وإنها يتم كل إشراك المجتمع المدني والوزارات والهيئات وكل المتخصصين في هذا الإطار. أنا بتصور إنها مبادرة يعني رائعة جاية في توقيت مهم، بتمنى أن يبقى فعلا في مشاركة كبيرة جدا من جانب كل المعنيين، لأن المجتمع المدني مهم جدا أن يقوم بدور في هذا الإطار، لأن هي فكرة المشاركة وفكرة أن لازم كل واحد يحس بالتاني، وده دور مهم. حتى إحنا طول عمرنا كمجتمع مصري عندنا الإحساس ده وعندنا الوعي ده، ولكن إزاي بقى نترجمه لحقيقة ما يبقاش مساب الافتراضات ذاتية، بمعنى ان ممكن حد بيعمل حد تاني ما بيعملش، لا ان يتم أو عدد كبير بيعمل في مجال معين او بالظبط كده تنسق بقى او بالظبط كده، بدل ما تتجهي لحتة معينة او مجال معين على وجه الخصوص وتعتقدي ان ده الخير فقط، لا، في ابواب كتيره للخير. صحيح. ابواب الخير كتيره جدا. انك ان حد يعيش حياه كريمه ده باب خير، ان حد يتعالج كويس ده باب خير، ان حد يتعلم كويس ده باب خير، ان حد توفري له مسكن في ملائم ده باب خير، وهكذا. يعني ابواب الخير ابواب كتيره جدا، ازاي بقى يتم يعني تنسيقها وتأطرها إذا جاز التعبير، يعني تبقى بشكل يعني منظم ويستوعب شرائح كتيرة وبشكل منظم بعيدا عن اللي هي اللي ممكن تحدث واللي ممكن الفردية والموسمية واللي ممكن تحدث واللي ممكن ما تحدث. أنا شايف إن دي مبادرة مهمة جدا، بتمنى إنها يعني يتم يعني اظهارها بقى او اظهار مكوناتها خلال المرحله المقبله. ده بقى من خلال ايه؟ بالظبط الاعلام بقى. بصي حضرتك، الصحافه والاعلام كان وسيظل وسيكون
دوره في منتهى الخطورة في المجتمع ده. ويمكن بالعكس بقى كمان احيانا بعض يتخيل ان هناك دور اقل. لا 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 ده الدور بيبقى اكبر واللي قادم الدور اكبر برضه. نتكلم بقى في وسائل او اشكال صحافة واعلان جديدة ومتجددة، ده موضوع تاني، ده قصة تانية. لكن الصحافة والاعلام ودورهم قائم وفي منتهى القوة، بيزداد قوة، بيزداد قوة لعدة اسباب. اولا هو ده دور بيبقى دور تنويري، ده دور توعوي، ده دور تثقيفي، ده اللي بيقود المجتمع، بيحشد المجتمع. وده حشد ده في منتهى الأهمية وموجود في العالم كله على فكرة، حتى العالم المتقدم. يعني تقولي النهاردة في أمريكا، لا أمريكا له دور مهم جدا، في أي دولة من دول العالم له دور مهم جدا. وبالتالي عندنا في مصر بيزداد أهمية هذا الدور. بس علينا احنا كصحفيين وإعلاميين ان احنا نعي دورنا وان احنا نقوم بدورنا ونعرف طبيعة المرحلة اللي احنا بنمر بها برضو، ان احنا في مرحلة خاصة في مصر لها ظروفها لها مواصفاتها، لازم نهتم بالقضايا الكبرى اذا جاز التعبير. لازم نعرف ان دي ظروف معينة بيمر بها البلد، لازم نساعد كلنا فيها حتى نعبر هذه الظروف وهذه المنطقة. بالدور ده دور مهم جدا الإعلام في المسألة دي تحديدا، كمان في مرحلة في مبادرة الحياة الكريمة لازم يقوم بدوره، اللي هي فكرة زي ما احنا كنا بنتكلم بقى ازاي نفهم المواطن اللي هو القادر اللي بيساهم او المؤسسة الاجتماعية او الجمعية الأهلية او ايا كان، ان الخير يا جماعة مش قاصر على وجه معين فقط، لا الخير وجوه كثيرة. طيب ازاي نقدر نعمل كشاف إضاءة على المناطق اللي هي محتاجة ده، سواء مناطق جغرافية سواء مناطق سكانية أيا كان الأمر، سواء حاجات فئوية يعني ناس عن فئات معينة نوعية معينة من أطفال ستات كبار في السن أيا كان مين محتاج ومحتاج إيه ووصله إزاي بالضبط كده. طب أستاذ عبد المحسن خليني أرجع للمنطقة اللي كنا بتكلم فيها من شوية، دور الإعلام، لأن ده نقطة مهمة جدا في التوقيت ده، لأنه في إشكالية وحالة جدلية كده، يقول لك هو الإعلام يعني هو صوت واحد، هو إعلام دولة، الفرق بين إعلام وطني شاعر يعني البلد محتاجة إيه والناس محتاجة إيه، وإن هو إعلام نظام إنه يعني ماشي بس ورا هذا الكلام لا أكثر ولا أقل، ولا المعارضة من أجل المعارضة ولا أنا أختلف وخلاص. المعادلة دي معادلة صعبة، إزاي بيتم تحقيقها؟ هل الجماعة الصحفية شعر بهذا الدور، حاسة بضغط عليها؟ يعني وضح لي الحالة الجدلية اللي بتمر بها البلد دلوقتي. بصي حضرتك إحنا في مرحلة زي ما حضرتك أشرتي مرحلة مهمة جدا، ولازم نعرف إن إحنا في مرحلة مهمة جدا، وده على فكره مش تضخيم منا. يعني بمعنى ايه؟ طب ما تيجي نبص حوالينا عشان الكلام ببساطه شديده. يعني هو انت النهارده فين ليبيا وفين سوريا وفين اليمن وفين دول كتيره جدا وفين العراق، وحتى شوفي حتى على حتى لبنان، فين لبنان اللي مش قادرين يشكلوا فيها حكومه لحد دلوقتي، حكومه يعني قعدت فتره طويله جدا بلا رئيس، اتعمل رئيس هم مش عارفين يشكلوا حكومه. ده 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 ده, 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 ده هي البلد ايه الافضل لما نيجي نتكلم عن لبنان ونقارنها بما يحدث في سوريا بما يحدث في العراق بما يحدث في اليمن بما يحدث في ليبيا، لا هي افضل ومع ذلك الوضع. فبالتالي احنا في مرحله صعبه جدا، لا اما ننحاز الى هذا الوطن او هيبقى الضياع. ننحاز للوطن طبعا، وما بقوله وتعبير انا احييك انك عدتيه، احنا بننحاز لمين؟ للوطن مش لشخص. هو اعلام وطن بالظبط، احنا بننحاز للوطن، بننحاز لمصالح هذا الوطن، لان المرحله تقتضي ده، دون ذلك هيبقى الطوفان اللي هيقلعنا كلنا واللي احنا شفنا بوادر منه خلال الفترات اللي فاتت. وبالتالي انحياز لقضايا الوطن ليس سبه، ده بالعكس ده فريضه وفريضه واجبه صحيح في التوقيت ده، لأن احنا لازم نقف ونعدي البلد من المرحلة الخطر اللي احنا فيها. وبعد كده طبعا هو هي حد الحرية، هي لا يمكن إعلام بدون حرية. طب
طيب في النقطة دي معلش، لأنه الرئيس في أكتر من مناسبة مش هقول كان بيشتكي، بس كان بيقول بيعاتب الألم، عرفوا الناس، هل الناس عارفة احنا كنا فين، بقينا فين، المشكلة ايه، أبعادها، عملنا ايه، صرفنا ايه، بنينا وعملنا مشروعات وإنجازات عاملة ازاي. فقصة انه أبقى المواطن يعني شريك في المسؤولية وفي تحمل المسؤولية ومعرفة ما حدث على الأرض، ده دور الإعلام طبعا. زي ما حضرتك بتقولي، هو الرئيس حتى لما بيجي عاتب الإعلام، تصوري الدائم ان البعض بياخد هذا الكلام بفهم خاطئ. فالرئيس حينما يعاتب الإعلام فهو لأنه مهتم بالإعلام، ولأنه يريد إعلام قوي، ولأنه يريد إعلام مساند للدولة ودورها الوطني، ولأنه عارف قيمة الإعلام. فبالتالي لما بيعاتب ليس انتقاصا من الإعلام، ولا يريد له أن يكون في منطقة ضعيفة، بالعكس هو عايز منطقة قوية. بس زي ما حضرتك أشرتي، النهاردة ما يحدث في مصر من تغيير، تغيير كبير جدا، ولازم ندفع بهذا التغيير. انت تغيير سواء في تفكير المواطن نفسه، معركة الوعي اللي الوعي نفسها يعني النهاردة لما بنتكلم، كان لسه الرئيس قريب بيتكلم على قصة المخالفات والتعديات، وازاي ان لازم نقتلع ثقافة المخالفات الموجودة عند الناس. ما انت تروحي برا فهلو، لا في كتير جدا، تروحي برا حضرتك، حتى المواطن المصري يروح برا في اي دولة من دول العالم، يبقى ماشي ماشي على نظام حذافيره، اكتر واحد يمكن اكتر منهم كمان. طيب نيجي هنا بتلاقي حالة تانية خالص. طب ليه؟ هي نظافة الشارع دي مش بتاعتي؟ هي الانضباط في المرور مش بتاعي؟ هي الرصيف لما يبقى كويس وامشي عليه انا وحضرتك وغيرنا مش لمصلحتنا كلنا؟ هو انا لازم اعتدي على حق الدولة، ولازم يبقى دايما فكرة ان انا في صراع مع الدولة وكأن بنلعب قط وفار؟ ليس حضرتك، بس يا حضرتك مهم جدا ان احنا نوصل للمواطن انه ليس هناك فرق بين الخاص والعام. بمعنى ايه الخاص والعام؟ إن مصلحتي الشخصية هي جزء من مصلحة هذا الوطن، وده دورنا، دور الإعلام بقى ودور الصحافة. لازم أوصل للمواطن إن أنت مصلحتك الشخصية يا مواطن هي جزء من المصلحة العامة. بمعنى يتعلم حتى نتكلم في سلوكيات المواطنين. هو أنا لما أروح إدارة المرور وهتلاقيها ماشية منضبطة جدا وهخلص حاجتي وأمشي، أروح السجل المدني، ما هو بتاع المرور ده هو برضو بيروح السجل المدني. انا بتاع السجل المدني بيروح المرور بيحتاج، وبتاع المرور بيروح السجل المدني، وبتاع السجل المدني بيودي ابنه المدرسه، والمدرس بيودي اللي بيروح العياده المستشفى، كلنا محتاجين ببعض وكلنا بنصب ببعض في الاخر. تخيل المجتمع المنضبط، ما في الاخر كله لصالحنا، لانها كلها دوره. انت حضرتك بتحتاجي خدمه من مكان ما في وقت ما، وهو بيحتاج من حضرتك خدمه في وقت ما وفي مكان ما، وبالتالي ده السلوك اللي لازم يبقى عندنا. لكن مش مسألة ان انا لا اخد، يعني يبقى حالة الفوضى الموجودة دي حالة غير مقبولة، وبالتالي بتضرنا كلنا. ولي الامر بيعاني في المدرسة عشان الدروس الخصوصية، والمدرس يروح يعمل اي مصلحة في اي مكان تاني فبيعاني اشد المعاناة في المكان الاخر، وهكذا. هذه الحالة لابد ان تنتهي، وهذه الفوضى لابد ان تنتهي، بحيث ان انا المواطن يصل الى حقيقة مهمة جدا، أو مش حقيقة، إلى قناعة، لأن هي حقيقة بس هي مش قناعة، أن الخاص هو جزء من العام. عشان أوصل له المعنى ده ونرجع لدور الإعلام، وهل الجماعة الصحفية والإعلامية بيؤدي الدور ده من خلال المعنى والمفهوم اللي حضرتك أشرت ليه؟ هل في يعني، لكن في عزوف عن الإعلام دلوقتي، في ناس يعني خلاص تشبعت، ولا إحنا ما قدرناش نوصل الرسالة بالشكل الصحيح، إن في تحسس إنه لا والله هقولها إزاي، هل المعلومة أصلا كلها واصلة عندي، أو ما فيش تحري للدقة، أو إني أتكلم إني مع البلد ومع المشاريع، فيبقى في البعض خايف يتكلم. خلينا نقول لحضرتك ان ده موجود بكل التفاصيل اللي حضرتك قلتيها. في جزء محتوى مهم جدا، ان احنا لازم نطور المحتوى ده عشان نواجه التحديات الجديده. برضو فكره الاستسلام للقوالب الجامده ده ما عادش مقبول، لازم مهم جدا البحث عن قوالب جديده عشان اقدر اواكب ما يحدث من تطورات. لما بنيجي للصحافه المطبوعه قويه وموجوده وجوده جدا، وكلمه في الصحافه المطبوعه تهز الدنيا، على فكره بالمناسبه تهز الدنيا، لسه ليها قوتها ومكانتها الصحافه الورقيه. طبعا يجي يكلموني يقول لي يا محسن في مش عارف جوران، وربما يكون جوران مش قوي قوي يعني، مش عارف كاتب عنا ايه، فما ينفعش، فبالتالي ونقعد ونحل المشكله. طيب لكن لازم، مش معنى ان انا
قوي ان انا استسلم واقعد اقول ما انا قوي ومؤثر. لا، مش هتفضل قوي ومؤثر، أتطور. لازم تطور نفسك وتطور محتواك بشكل كويس جدا وهكذا. يبقى تطوير المحتوى نفس الكلام بينطبق على الاذاعه، نفس الكلام بينطبق على التلفزيون، لان انت عندك وسائل اعلام جديده غير تقليديه. البعد الثاني اتفضل، ان انا كمان وانا بتمنى قضايا الوطن ما بقاش مرتعش وما بقاش خايف. لان المفترض انك انت بتعملها وانت مقتنع وانت بضمير راضي، مش مسألة ان احنا بنقوم بحاجة عشان ان احنا لا هنخاف، لا هنخاف ويقول اصل احنا بنطبل ان احنا بنظمر. لا، مفيش حاجة اسمها بتطبل وبتزمر، في حاجة اسمها قضايا مهمة جدا، ده مع بلدك، ده مع وطن بيحتاج لمساندة مساندتك في هذا التوقيت. واللخبطة اللي حصلت الفترات اللي فاتت، حتى لما تيجي في 25 يناير، هو لو كان هناك انحياز لقضايا الوطن بشكل حقيقي ما كانش حصلت الفوضى ولا الانفلات ولا البهدلة ولا الحرق ولا السلب. هي الثورة ان احنا نقعد نحرق الأسم، لا، وفي اعلام مشي مع الرايجر، ان احنا نقعد نحرق المصالح الحكومية، الثورة ان احنا نقعد نحرق المباني الحكومية، ان احنا نحرق المجمع العلمي، ان احنا نحاول نقتحم المتحف المصري الشهير اللي هو أيقونة مصر اللي كانت ولا زالت موجودة لحد ما يتبني المتحف الكبير، برضو مش حتى لو اتبنى المتحف الكبير هيظل دوره ومهم جدا وهكذا. هل ده يعني ده ايه؟ فبالتالي لا، لازم حينما انحاز لقضايا الوطن الحقيقية لازم انحاز ليها وانا قوي وانا مقتنع وانا مؤمن بان ده دوري اللي لازم اقوم بيه بكل قناعة. فده جزء تاني من الادوار اللي لازم نعملها ولازم يعني تبقى واضحه في اذهاننا. ده كله انا شايف، لكن برضو للامانه عشان يبقى الصوره كامله، هناك من يفعل ذلك وهناك من يحاول، وبرضو عشان ما نجلدش نفسنا، لا، الاعلام قام برضو الحقيقه لازم اقولها، الاعلام لا يمكن لاحد كائنا من كان ان ينكر دور الصحافه والاعلام بشكل عام، بقى بغض النظر عن التجاوزات، بغض النظر عن اشياء كثير، أن ينكر دور الصحافة والإعلام المهم والخطير اللي قامت بيه في الفترة اللي فاتت، واللي كان من نتيجتها اللي هي دعم مؤسسات الدولة وإنقاذ الدولة المصرية من الانهيار في فترة من فترات. لولا أن احنا عندنا عقل جمعي بغض النظر عن أشياء كثيرة ممكن تخش بقى في التفاصيل، لا، الإعلام قام بدوره، لكن نريد لهذا الدور أن يتعاظم وأن يكون أفضل مما كان ويتطور ويتواكب مع احتياجات المواطن، مع التحديات اللي هنرجع ونتكلم فيها بعد الفاصل مع حضرتك. مستمرين معكم بعد الفاصل مع أستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين. أستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، مشرفنا النهارده في الحياة اليوم، ولسه كلامنا عن الإعلام، دوره، هل بيأدي دوره بالشكل المطلوب، إيه أهم التحديات اللي بتواجه الإعلام في الفترة الحالية. أستاذ عبد المحسن، بين السطور كده قبل الفاصل قلنا نطور من نفسنا، نطور من أدائنا ومن المحتوى، لأنه في سباق دلوقتي، عندك كمان فضاء إلكتروني ومواقع إلكترونية ويعني الجرنان الصبح، لكن بالليل كل الأخبار موجودة، فإنك لازم تواكب وتقدم محتوى مختلف. المواقع الإلكترونية في منها يعني قايم بدور محترم، وفي منها الأكاذيب وتضليل وحاجات كده وغير مرخصة، والفوضى دي أو تنظيم المسألة ده بيتم ازاي؟ لا، بيتم دلوقتي فيه خطوات كبيرة جدا بتتم في هذا الإطار، يعني بدأت الخطوات دي لما طلع من أول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما طلعت
بعد كده في خطوات بتتم كتيرة. يعني الآن جاري إعادة تقنين المواقع الإلكترونية وتنظيمها ووضع ضوابط ليها. في يعني شكل تراخيص الصحف، فكرة إصدار الصحف، كل ده بيعاد بشكل. بس اللي يعني بيكتبوا في المواقع دي يعني هيضموا للنقابة؟ بس حضرتك انت لأنك عندك ايه القانون اللي بيحكم عمله؟ انا بشكرك على هذا السؤال، والحقيقة دي كانت فكرة انا متبنيها وكنت متبنيها منذ انتخابات نقاب صحفيين الماضية، اللي هي فكرة ان لازم ان الاوان ان الزملاء في المواقع الالكترونية يتم ضمهم او ادخالهم في نقاب صحفيين بالضوابط. ايوه علشان تطبق بالضوابط الموضوع للصحف الورقيه. بمعنى ايه؟ يعني انا كمان مش اي موقع الكتروني بياخده، لا ده لازم يبقى موقع ومرخص وعنده عدد سنوات معينه من الاستمراريه، وعنده عدد اللي بيسموه الترافيك، المرور اللي عليه، الدخول عليه عدد معين. عندك احصائيه قاعده بيانات بتقول في كم موقع؟ عندنا بس الاول ما كانش موجود. الان ما هو دلوقتي لازم يعاد طبقا لنص القانون، لازم يتم اعاده تقنين كل هذه المواقع قولا واحدا، لازم يقدم. بنتكلم في حدود كام يا استاذ عبد الناصر؟ لا عدد كبير. لا العدد فوق ال 100 وفوق ال 200 مثلا، فوق ال 200 موقع. والجد منهم ليه متابعه وتشتغل عليهم؟ الجد انت عندك تقريبا ما يقرب في حدود ما لن يزيد بحال من الاحوال عن من 30 ل 50. لن يزيد بحال من الاحوال الجد منهم، اللي هو الجد اللي هو يبقى شكله مؤسسي، له هيكل تحريري، له هيكل مالي، له هيكل اداري، ده لن يزيد عن 30 ل 50 موقع. وده برضو عدد مش كبير وعدد مش قليل برضو، لان لو عندي الاعداد بشكل قوي، هذه المواقع بشكل قوي وبشكل مؤسسي، تقدر تغطي احداث كثيره جدا، واي مبدور في تغطيه الاحداث. اثرت على توزيع طبعا الصحافه المطبوعه؟ بصي حضرتك، لا بصي، هو في احساس خاطئ موجود او كلام خاطئ بيروج في هذا الاطار، خلينا نتكلم فيه بصراحه. اصل في ناس بتقرا حتى الجرايد على النت، يعني ما بتشتري. في ناس دلوقتي احساس ان انا ماسكه الجورنان ده يعني ده ليه احساس ومذاق خاص، لكن في ناس بتستسهل على. بس انا هقول لك على حاجه يا استاذ لبنى، هو انا برضو مش عشان انا صحفي فبنحاز للمهنه، لكن انا دايما في حواراتي بتكلم 1+1 بيساوي كام؟ 2. اما نتكلم على التقدم التكنولوجي يبقى لازم نتكلم على دول اكثر تقدما منا. تمام. زي ايه مثلا؟ زي اليابان مثلا. طب احنا جنب اليابان ايه في التقدم التكنولوجي؟ لا ما اعرفش اقول ايه. حضرتك بتحكي طبعا، يعني هو ده يا رب نبقى زي كوكب اليابان بالظبط، يعني عشان بس الاخوه اللي قاعدين بيشوفونا يبقوا عارفين احنا بنتكلم ازاي. طب هقول لك على رقم، واي حد برضو من الساده المشاهدين اللي قاعدين عند حضرتك دلوقتي معانا يخش على جوجل هيشوف الرقم ده، اللي هو انت اليابان بتوزع 60 مليون نسخه ورقيه يوميا. ايه ده؟ عدد سكان اليابان كام حضرتك؟ 127 مليون نسمه. يعني انت بتتكلمي في كام في المية حضرتك؟ بتتكلمي في ما يقرب من 60% من عدد السكان. طب استناني بقى، احنا بقى بنوزع كام نسخه؟ لا طبعا عدد قليل، طبعا عدد قليل طبعا. بس انت اذا طيب اشوف حضرتك انت ضربت مثلا التكنولوجيا عندهم فين، وبرغم كده لسه الصحافه الورقيه بالنسبه لهم. انا عايز ارد عليه ان الازمه مش في التكنولوجيا، الازمه في الشعب أو في إن الصحافة المكتوبة ما قدمتش المحتوى اللي يخلي المواطن ينزل يشتري الجورنال. أنا عشان كده أنا قلت لحضرتك في بداية الحوار إيه، في الأول في الجزء الأول من الحوار قلت لك في أزمة محتوى. يبقى أنا عندي حاجتين، أزمة محتوى وأزمة شخص، لازم كلنا نهتم بحاجة اسمها القراية، لأن القراية دي مهمة جدا. أنا لسه كنت في ألمانيا قريب، بلاش، في جورنال اسمه زابيلت في ألمانيا بيوزع 4 مليون نسخة قد توزيع الصحف المصرية. في الهند اللي هي الدولة القريبة، مش يعني قريبة شوية من ظروفنا رغم انها متقدمة جدا عنا. انت عارف حضرتك الهند بتوزع كام نسخة؟ كام؟ 310 ملايين نسخة ورقية يوميا، بما يعادل حوالي مثلا من 25 ل 30% من عدد السكان. لو انت بتتكلمي على النسبة دي في مصر، يعني احنا كنا بنتكلم على 30 مليون نسخه ورقيه توزع كل يوم. طيب
ننقل بس اللي هيعمل هيشتغل على ده هو الجماعه الصحفيه اللي عند حضرتك من حق اللي يقول لك طيب ما تحل لي الاول ما مثلا الاجور والمكافئات والبدلات والتدريب واستخدام التكنولوجيا والحاجات دي كلها علشان اقدر اقدم لك الدور اللي انت عايزه. المؤسسات القوميه والصحف القوميه مشاكلها مديونياتها ما عشان مبقاش باب النجار ايه يعني اشتغل على نفسي عشان اقدم صح الحاجه اللي عندي. بس حضرتك الصحف مثلا القوميه تعال نتكلم على مؤسسه مؤسسه الاهرام اللي انا باشرف رئاستها. تمام. مؤسسه الاهرام لحد سنه 2011 حضرتك ما هي 2011 دي سنه غريبه جدا سنه عجيبه جدا جدا يعني لحد حضرتك سنه 2011 كان هناك 550 مليون جنيه فائض ودايع في مؤسسه الاهرام. الثوره قامت يوم 25 يناير 2011 وانا بقول الكلام ده 550 مليون جنيه فائض ودايع زياده عندكم فائض ودايع بعيدا عن المرتبات والاجور والحوافز والارباح والمستلزمات التشغيل ومش عارف ايه وكله كله كله كله. طيب مش عندنا مشكله خالص. الازمه جت في مؤسسه الاهرام وغيرها من المؤسسات بس انا بتكلم عشان المؤسسه اللي تخصني بعد 25 يناير اكلت الاخضر واليابس. كل هذا الاحتياطي ضاع وتحولت الفوائض الى ديون وخسائر. طبعا كان فيها جزء منها سوء اداره لان انت لما تيجي تتكلمي من 2011 ل 2017 هتلاقي مثلا في الاهرام جه 7 رؤساء مجلس اداره مثلا يعني جه مش عارف كام رئيس تحرير وهكذا. معدلات التغيير السريعة والمتغيرة والمتقلبة وظروف السوق للأمانة برضو عشان يبقى كلام واضح لأن برضو مش لا أنت في سوق وظروف عامة ما فيش استقرار ما فيش سياسة واضحة كل مكمل عليها فالدنيا اتلخبطت ارتباك فتحولت. طيب لكن السؤال طيب هل يمكن أن يتم علاج هذه الأمور؟ بقول لحضرتك بقلب مطمئن أيوة وبالذات في مؤسسة زي مؤسسة الأهرام لأن مؤسسة الأهرام مؤسسة وعندنا كمان مؤسسه الاخبار للامانه وفي دار التحرير يعني اقصد في مؤسسات يعني انا مش عايز اتكلم بس عشان ما نسميش عشان ما نعملش لكن انا بتكلم عن مؤسسه بشكل خاص يعني انا عندي اصول قويه في خطه حل وحلول بس محتاجه بعض الوقت لان حضرتك يعني انا في ال 18 شهر اللي فاتوا شرفت بان انا عملت 3 مشروعات كبرى في المؤسسه منهم 3 كليات في جامعه الاهرام الكنديه منهم مجمع اداري وتجاري وسكني مهم جدا بيتم يعني انتهت اجراءاته الان في الغردقه. نفس القصه في القريه الذكيه. فكره استثمار الاصول وعشان يبقى عندك موارد اضافيه تصرفي منها على عملك الاساسي اللي هو عملك الصحفي بالاضافه الى تطوير المحتوى بالاضافه الى يعني اشياء كثيره هتاخد بعض الوقت ممكن والوقت مكمل معانا كده. انتوا داخلين على انتخابات التجديد النصفي انتخابات النقيب فبالتالي يعني لا واضح بقى كده ان البرنامج او الشغل يعني في خطوات لتنفيذ طبعا طبعا. طيب معلش حاطط الوقت استاذ عبد المحسن لو في جمله اخيره في 2019 وخلاص يعني احنا في بدايه السنه وان شاء الله تكون سنه يا رب حلو علينا جميعا ان شاء الله. توعد ايه الجماعه الصحفيه الشعب المصري كله احنا بنقول الاعلام هو مسخر هو اداه لخدمه المواطن المصري. بصي كلمه اخيره من حضرتك. بصي اوعدهم باللي دايما اللي قاله الرئيس احنا كنا في فتره صعبه جدا بقينا في فتره افضل فالامور ماشيه الافضل باذن الله المرحله الجايه هتبقى افضل زي ما انا قلت لك في السؤال اللي فات هي الازمه جت منين؟ جت اعتبارا من 2011 الصحافه هتتعافى الإعلام هيتعافى هيبقى أكثر قوة الأوضاع الاقتصادية هتبقى أفضل هتنعكس ده بالإيجاب على ظروف الزملاء العاملين في مجال الصحافة والإعلام لأن الحقيقة حقهم محتاجين هذا حق لأن برضو في الآخر زي ما حضرتك أشرتي إما تطلبي من حد لازم توفري له الحد الأدنى الآدمي للحياة ده حقهم ولازم يتوفر لهم. أظن إن شاء الله 2011 هتكون 19 2019 بلاش 11 بقى 11 خدت كلام كتير النهارده 2019 هتبقى بداية التعافي للصحافة والإعلام في مصر لعودة دورهم الريادي القوي
اللي هو فعلا اللي بيقود الإعلام والصحافة في المنطقة العربية، وده حقنا، وإن شاء الله الأمور تبقى ماشية في الطريق السليم بإذن الله. كل سنة وحضرتك طيب، شرفتنا ونورتنا، وكل التوفيق لحضرتك إن شاء الله. والإعلام المصري أدي الدور المطلوب منه لصالح المواطن المصري أولا وأخيرا إن شاء الله. بشكر حضرتك مرة تانية، وبشكر حضراتكم، وأشوفكم بكرة بإذن الله على كل خير يا رب. We'll be right back.